مشاهدينا، وللحديث أكثر عن استمرار أزمة النازحين في العراق مع دخول الشتاء ودور الميليشيات في تفاقمها، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. السلام عليكم أستاذ علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بحسب منظمة ريتش الحقوقية، فإن 98% من النازحين في العراق لا يرغبون بالعودة إلى مناطقهم. كيف تقيم عودة أو عدم عودة النازحين وعزوفهم على العودة إلى مناطقهم في ظل ما يعيشونه لسنوات؟ يعني هذه المفارقة العجيبة، أنه النازح في كل العالم يتمنى العودة إلى دياره إلا في العراق. نعم. والأسباب معروفة، أسباب كثيرة طبعا، منها الأسباب التي ذكرتها المنظمة بسبب انعدام الأمن أو فرص العمل أو بسبب أضرار الممتلكات والبيوت أغلبها مهدمة، لكن هناك أسباب أخرى خطيرة جدا مثل عدم وجود مستمسكات. يعني خلال هذه فترة النزوح اللي قاربت من 7 أعوام الآن، هناك تغييرات حدثت للبطاقة السكن وأصبحت مستمسكات هؤلاء غير معترف بها، وأغلبهم خرجوا من دورهم بدون مستمسكات وبلا ملابس وبلا أي شيء. هؤلاء الآن الدولة لا توفر لهم حتى مستمسكات تثبت هويتهم. نعم. الدولة الآن تسعى جاهدة لتمييع هذا الملف من خلال عمليات إغلاق يعني عشوائية، ويعني تحويلهم من لاجئين إلى مشردين. نعم. هكذا تريد هذه الحكومة، لأنه السبب الحقيقي هو أنها تمارس ضدهم يعني التمييز العنصري على أساس الطائفي. نعم. وأشياء أخرى، يعني أنا أتواصل مع نازحين منطقة العويسات حين سألوا. نعم. الميليشيات والجهات التي تستولي على أراضيهم، قالوا لهم أنها أراضي خصبة وتقع على ضفة الفرات ولا يمكن الآن تركها لكم، يعني بكل صلافة. نعم. ويبدأ يعني يقومون الآن بالاستيلاء على الأراضي وتزوير وثائق ومستمسكات وسندات عقارية والاستيلاء عليها. يعني ما بين مرارة النزوح وما بين المخاوف من الموت والتشرد والذهاب إلى المجهول، يعيش اليوم المواطن العراقي هذه الحالة. نعم، هذا أصبح. وبالنسبة للأعداد، يعني نحن نتكلم عن ما أحصته المنظمة 1.5 مليون. نعم. لكن هناك يعني نازحين طوعا، لأنه يعني أكو نازحين يمتلكون مثلا قدرة على الاستئجار بيت أو الإقامة أو السكن في مكان أقارب أو صديق أو غيرها، وهذا عددهم أيضا يماثل هذا العدد. عدد النازحين من المناطق السنية الآن والمدن والمناطق السنية يفوق 3 ملايين. هذا يعني تقصد العدد 1,700,000 هم فقط داخل المخيمات، وهناك نازحين آخرين سواء في أقارب أو في مخيمات غير رسمية. في مخيمات غير رسمية أو يعني ساكنين في مستأجرين، هؤلاء أيضا نازحين. يعني هو اللي يترك بيته ويروح يستأجر في محافظة أخرى أو في بلد آخر، هذا أيضا نازح. عدد النازحين الآن في العراق، يعني النازحين عدد المهجرين قصرا أو المهاجرين يفوق 3 ملايين. والمصيبة والمشكلة أن الحكومة تتعامل معهم بتمييز عنصري وتعتبرهم يعني مواطنين من درجة ثانية أو ثالثة. هنا إذا كانت الميليشيات يعني هي السبب الرئيس في عدم عودة النازحين إلى مناطقهم كما يتخوف النازحون من بطش الميليشيات، باعتراف وزارة الهجرة بنفسها كما التقت مع فالح الفياض، يعني ما هو عمل الحكومة إذن إذا كانت الميليشيات هي التي تتحكم و تقرر من يعود أو لا؟ الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى اليوم كلها مكونة من الميليشيات، هذه حقيقة. نعم. والميليشيات تخترقها وتخترق أجهزتها وتخترق مؤسساتها وكل مفاصلها، كل مفاصل ما تسمى بالحكومة العراقية. ولذلك قضية النازحين في العراق يحتاج لها حل من منظمات دولية محايدة ومن لجنة من الأمم المتحدة. يا سيدي، جرف الصخر وزير الداخلية. نعم. أحد وزراء الداخلية العراقيين حاول الدخول إلى جرف الصخر
بالباب استوقفوه وصادروا هواتفه وصادروا أسلحة حمايته وطردوه. نعم. هذه ميليشيات نعم. مجرمة وإرهابية لا تتورع عن فعل أي شيء. طيب. أما ما تتم نعم. الحكومة العراقية فمنزوعة يعني منزوعة المخالب ومنزوعة الدسم. هنا السؤال، يعني أنت ذكرت أن الميليشيات تسيطر على مناطق خصبة وتستغلها اقتصاديا أيضا. الأهداف الأخرى للميليشيات بالسيطرة على مواطن ومناطق النازحين؟ التغيير الديموغرافي، هذه يعني مناطق التغيير الديموغرافي أليف باء عمل الميليشيات، وخصوصا في المناطق التي يعني تعتبر محيطة لمحافظة بغداد أو محيط بغداد يعني المركز. هؤلاء النازحين الميليشيات يعني تناصبهم العداء وتعمل على عملية تغيير الديموغرافي في مناطقهم، وخاصة في مناطق يعني معروفة كلنا نعرفها ابتداء من جرف الصخر إلى العويسات إلى مناطق أخرى، كلها هذا القصد منها. نعم، يعني ذكرت أن الحكومة هي حكومة ميليشيات وهي شريكة اليوم في نعم. أحداث التغيير الديموغرافي في العراق، فبالتالي نحن أمام جريمة حرب تقوم بها الحكومة بمشاركة الميليشيات. أبسط مثال ما تسمى يعني هذا اللي كان يدعي بأنه أتى لمواجهة الميليشيات الكاظمي. نعم. أسوأ مرحلة مر بها النازحين والضغوطات اللي صارت في التغيير الديموغرافي نعم. هي مرحلة الكاظمي، وأبسط دلال يعني دليل منطقة البكرية. نعم. منطقة البكرية جرى سحب مستمسكات ووثائق أهاليها وتهجيرهم وبناء دور أخرى لأشخاص آخرين من محافظات أخرى. الحكومة ضالعة ومتورطة بكل جريمة تحدث في مجال النزوح والتهجير والتغيير الديموغرافي. اليوم كيف تجد يعني مخيمات النازحين؟ هل وجد فيها المواطن والنازح الاستقرار، الحياة الكريمة؟ كيف تصف أوضاع النازحين داخل المخيمات؟ يعني أنا فقط أقول من خلالكم للعالم وللعراقيين، حين تعلن المنظمة بأنه النازح لا يريد العودة، هذا لا يعني أنه عايش في حالة مرفهة. نعم. الحالة اللي يعانونها ونحن نتواصل معهم يعني معاناة رهيبة. نعم. هم ينتقلون من حر الصيف إلى برد الشتاء. نعم. ومن برد الشتاء إلى حر الصيف. هم ليسوا لا يعيشون في حالة مرفهة، لكنهم رضوا بال يعني كمن يستجير بالرضاء من النار. نعم. هؤلاء الناس مساكين، وندعو كل الشعب العراقي والخيرين إلى تقديم المساعدة لهم. الأستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. شكرا طبعا.